سنة ونحو 8 أشهر ما زالت وسائل الإعلام الإخبارية العربية تعتمد على اتصالات هاتفية مع مجهولين من الناحية العملية، تعتمد عليهم كمصادر لأخبارها، وإن كانوا من الناحية النظرية يقدمون كشخصيات معروفة الصفة كتابعين أو أعضاء لتجمعات تقدم بصور أقرب للرسمية المعترف بها. قد يكون الاسم في الأساس وهمياً، وقد تكون صفته موجودة أو غير موجودة، لا شيء يدل على ثبوت ذلك من عدمه، ولكن المهم هو أن كل ما يتفوه به واحد من هؤلاء المتصلين أو المتصل بهم يعتمد كحقيقة واقعة والتي لا داعي حتى للتحقق منها، ودون تنويه من المحطة يقول إن الوقائع والأخبار الواردة على لسان المتصلين خلال النشرات وغيرها هي على مسؤوليتهم ولا علاقة للمحطة بها. تعتمد المعلومات التي تقدم بالصوت فقط كوقائع صحيحة، ويكون موقف المحطة الإخبارية عندها كموقف من تبنى المعلومة واعتمدها، إذ لا شيء يصدر عنها يدل على خلاف ذلك. لم تعد الاتصالات على محطات الأخبار العربية مجرد وسيلة لسماع رأي طرف من الأطراف، ليأتي بعده اتصال مع من يمثل أو يتحدث برأي طرف آخر، بل باتت الاتصالات مع شخصيات تعتبر مجهولة بالنسبة للجمهور المتابع، باتت هي الحقيقة ومضمونها غير خاضع للتشكيك أو الاستفسار عن النقاط غير المنطقية فيها. في نشرة الأخبار المخصصة بكاملها لسوريا عند هذه المحطة الإخبارية، لا تذهب المذيعة في نهاية اتصال من اتصالاتها من أجل الانتقال إلى سماع رأي آخر، بل تكتفي بالإطراء على المعلومات التي أفادت بها متصلتها على أنها هي عين الحقيقة ولا حقيقة غيرها. شكرا لك على التوضيح، أعطيتنا صورة تقريبا قربت لنا أكثر الحقيقة. شكرا جزيلا لك ريم الدمشقي الناطقة باسم المركز السوري الوطني للتوثيق، حدثتنا من دمشق. فماذا كان آخر الأسئلة التي طرحتها المذيعة على ضيفتها؟ كان الحديث عن أن النظام يضطهد الأماكن التي يتواجد فيها عناصر مما يسمى الجيش الحر، وصفة تلك الأماكن بالمناطق المعارضة، فسألتها عن إمكانية أن يهرب الناس إلى المناطق التي وصفتها بالمؤيدة للنظام. سؤال أخير سريع، هل يمكن لهؤلاء أن يلجأوا إلى المناطق التي يسيطر عليها النظام؟ رأينا في جرمان عندما أصبحت حالات نزوح من الغوطة الشرقية أو من أي منطقة ساخنة تم استهداف النازحين في المنطقة، حينما اختلق يوم أمس 4 تفجيرات في جرمان وقام 77 شهيدا، يعني راح ضحية هذا التفجيرات. أجابت بأن النظام تبع من هجروا من بيوتهم إلى جرمان، وهو من قام بالتفجيرات التي حدثت في المدينة بهدف الانتقام منهم. توثيقها لذلك كان عن طريق صوتها. لجأت المحطة إلى صوتها كدليل للإشارة إلى أن الدولة هي الفاعل في جرمانة، فيما غابت عن أخبار المحطة أصوات بكت دون دموع، وهم أهل جرمانة وسكانها، خير من يحكي ما حدث بينهم. يفرقوا، خلي دعاة الحرية يجي يفرقوا بين دم السوريين، دم كل السوريين هون، وراح نبقى صامدين بإذن واحد أحد. قالوا والحرية اللي بدهم إياها، هي الديمقراطية اللي بده إياها حمد ولا آل سعود، هي قمة الندالة، هي مو عدالة، هي عمالة، هي عمالة لإسرائيل والغرب والأمريكا والصهيونية. هي من قدمتها المحطة كناطقة عما سمته المركز السوري الوطني للتوثيق، قالت مكتفية بصوتها كوسيلة للتوثيق إنها موجودة في دمشق العاصمة، وتحدثت عن انقطاع وسائل الاتصال والإنترنت بصورة شبه كاملة عن دمشق. خص بالذكر دمشق وريفة بما أنني متواجدة فيها، اليوم 70% انقطعت الكهرباء الاتصالات عن كافة سوريا وعن دمشق. وهذا الانقطاع ريم، قد تكون المشاكل في شبكات الإنترنت موجودة، صرح بذلك رسميا في سوريا حين تحدث وزير الإعلام السوري عن استهداف شبكات للإنترنت من قبل مسلحي المعارضة،
ولكن المتصلة في جميع الأحوال لم تقدم تفسيراً لوضوح صوتها الملفت، والذي يتضح أنه مأخوذ عن طريق الإنترنت. فلم تقطع صوتها رفة أو تشويشة طيلة اتصالها، فيما المفترض أنها موجودة في مكان فيه تواجد لعناصر ما يسمى الجيش الحر. ليفترض أيضاً وفق كلامها هي أن المكان معاقب من قبل الدولة، ليس بقطع الإنترنت عنه فقط، بل بقطع الكهرباء وكل مقومات الحياة أيضاً. فعلى ذلك والحال كذلك، الإنترنت مقطوع عن دمشق وهي فيها كما قالت. فمن أين تتحدث إذن؟ يسأل من يسأل.